ينضم إلينا مباشرة من روما العاصمة الإيطالية السيد نعمان طرشة الخبير في الشؤون الأوروبية، تحياتي لك أولا. قبل الحديث عن اللاجئين، كيف تبدو الأقاليم الإيطالية المختلفة اليوم في ظل استمرار انتشار كوفيد 19؟ تحية لكم. طبعا إيطاليا تعيش حاليا تحمس الأنفاس، ربما بأن الأسابيع القادمة ربما ستشهد ارتفاع في عدد الوفيات نتيجة حالات الانتشار التي كانت سجلت خلال الفترة الماضية، طبعا بانتظار أن يأتي الحجر الصحي بنتائجه طبعا في خفض والحد من انتشار العدوى من ناحية، ومن ناحية أخرى تماثل الحالات الأسهل للشفاء. ما ينطبق على الإيطاليين ينطبق على اللاجئين وينطبق على المهاجرين، لكن للأسف اللاجئين يشكلون الحلقة الأضعف في هذا الموضوع، لأن طبعا نحن نتحدث عن حجر صحي، عن إغلاق كامل، عن مشاكل صحية، عن ضغط، فالمنظومة الصحية لإيطاليا مثقلة طبعا بعدد كبير من الحالات التي لا تستطيع المستشفيات استيعابها، خاصة أن الحالات الصعبة بحاجة إلى العناية المشددة، وغرف العناية المشددة قليلة نسبيا مقارنة بالمشافي وانتشارها. طبعا المشكلة في مراكز الإيواء، مراكز إيواء اللاجئين ومراكز تجمعات اللاجئين صعبة جدا، لأنها تشكل ربما بؤرة معرضة لأن تكون بؤرة ربما لانتشار العدوى بسبب الظروف الداخلية، بظروف الظروف الصحية، بظروف الوعي. طبعا نحن نتحدث عن حاجة للانتباه من الغسيل والنظافة، وطبعا الابتعاد قدر الإمكان، الابتعاد الاجتماعي، البعد الاجتماعي، وهذا غير ممكن طبعا في هذه الحالات. طيب، يعني منذ بدء انتشار الفيروس في إيطاليا وفي أوروبا، دعنا أولا نتحدث عن اللاجئين المتواجدين بالفعل في المراكز المختلفة أو الحاصلين على إقامات داخل إيطاليا. هل تصلهم أي نوع من المساعدات الطبية أو الإرشادات، أو مثلا التسهيل عليهم في الحصول على مساعدات أيضا غذائية في هذا الظرف الحرج، سواء من الأمم المتحدة، المنظمة العليا لشؤون اللاجئين، أو من أي منظمة أخرى معنية بهم؟ لنكون صريحين، الوضع صعب جدا، لأننا نتحدث عن حدث استثنائي. نحن أمام إغلاق كامل للبلاد. طبعا هناك مراكز الخدمية، المراكز التي كانت تساند من ناحية ربما اللاجئين ومراكز الإيواء هي مغلقة، فمثلا المراكز التي كانت تقدم الأغذية والإطعام للاجئين والمهاجرين الموجودين داخل الأراضي الإيطالية هي متوقفة اليوم، طبعا لأن الحكومة قامت بإغلاق كل المراكز الخدمية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى المراكز الصحية التي كانت تتابع ربما حالات اللاجئين الطبيعية هي منهمكة في حالات أصعب، فنحن نتحدث عن وضع حرج جدا. طبعا الناحية الاقتصادية مهمة، فأعيد وأكرر أن الحلقة الأضعف ربما اليوم هم اللاجئين وهم الأكثر حاجة ربما، لكن ليس هناك حاليا من مساعدات عملية، فالحكومة أقرت طبعا موازنات ومساعدات لكنها تحتاج إلى وقت لتطبق في خلال هذا الوقت. طيب، ولكن هل يسمح لهم في حال المرض الانتقال إلى المشافي كبقية الإيطاليين، ولا هم يعني لهم مشافي أو إجراءات صحية خاصة بهم؟ أبدا، ما ينطبق عليهم ينطبق على الإيطاليين. المنظومة الصحية في إيطاليا والمشافي هي مشافي، أغلبها مشافي حكومية، المنظومة الصحية في إيطاليا هي مجانية على عكس الكثير من الدول ربما، فما ينطبق اليوم عليهم ينطبق على الآخرين، لكن نحن نتحدث عن وضع صعب. فمثلا موضوع التنقل بين المناطق هو مغلق، الأقاليم مغلقة اليوم، لانتقال من مدينة إلى أخرى أنت بحاجة إلى تصريح ومثبت بتصريح بأنك لديك عمل أو مهنة أو
ما تقومين به لهدف ضروري. فمسألة الانتقال هي صعبة. نعرف أن مصادر دخل الكثير من اللاجئين هي المساعدات من ناحية، ومراكز المساعدات التي اليوم هي مغلقة. فموضوع بين موضوع الحياة المعيشية وتوفير الحياة المعيشية في ظل ارتفاع الأسعار طبعا، وفي ظل أوضاع صعبة من التنقلات المغلقة والمناطق المغلقة والخدمات المغلقة. لكن في هذا الظرف المشافي أو الخدمات العلاجية هي تقدم بالمجان للجميع، أليس كذلك في هذا الوقت يعني؟ بالضبط بالضبط، المشافي والمواضيع الخدمية هي مقدمة مجانا ككل الأوقات في قبل الوفاة، قبل انتشار الوباء. لكن اليوم طبعا الصعوبة أكثر، فحتى الحاجات البسيطة، الاحتياجات البسيطة الصحية هي غير متوفرة، لأن المنظومة الصحية منشغلة ومنهمكة في مواضيع أخرى في الحالات الأكثر صعوبة. طب هي إيطاليا سيد نعمان، ما هي أو حجم أو ما هو حجم المساعدات الذي تلقته كونها بلد يعني تعرض أو أصبح بؤرة ثانية، أو عدد المصابين وبالتالي عدد الوفيات فيه كبير ومتسارع جدا، ما الذي تلقته إيطاليا سواء من منظمة الصحة العالمية أو من أي دولة كنوع من الدعم على صعيد طبعا في المستلزمات البداية كان الطبية؟ نعم. تماما في البداية كان هناك مشاكل طبعا ظهرت إلى العلن، خاصة في موضوع المستلزمات الطبية وانتقالها بين الدول. فكل دولة حاولت إغلاق حدودها، وبهذه الطريقة منعت خروج المستلزمات الطبية وانتقالها بين الدول. نعلم طبعا أن نحن نتحدث عن اتحاد أوروبي حدوده مفتوحة بين الدول قبل انتشار الوباء. الشركات طبعا هي شركات أوروبية، فما ينتج في ألمانيا يصدر ويوزع في إيطاليا. لكن إغلاق الحدود سبب مشكلة في هذا الموضوع، تم حلها ربما على صعيد الدبلوماسي. هناك الكثير من الدول التي قدمت مساعدات، الصين، كوبا، روسيا، الكثير من الدول قدمت مساعدات، لكن هناك كان تباطؤ في المساعدات الأوروبية لهذا السبب بالضبط. من ناحية أخرى طبعا نحن نتحدث ليس فقط عن حل آني وحالي فقط، نحن نتحدث عن إغلاق كامل للبلاد يترتب عليه طبعا مشاكل حقيقية من الناحية الاقتصادية. وهذا ما قامت به مفوضية الاتحاد الأوروبي ربما بتقديمها مساعدات مادية ووعود بمساعدات حقيقية من الناحية المادية طبعا، من الناحية الاقتصادية للاقتصاد الإيطالي. وربما ما ينطبق على إيطاليا سينطبق على كثير من البلدان، نعم. خاصة في ظل بدء انتشار العدوى في إسبانيا وفي فرنسا وتصاعد الأعداد. طيب يعني 27 دولة أوروبية يشكلون اتحادا اقتصاديا قوي، وإيطاليا تتلقى دعم من الصين ومن كوبا ومن روسيا، من دول بعيدة كل البعد عنها، بما تفسر عدم المساهمة في تقديم المساعدات الطبية على الأقل في هذه المرحلة لإيطاليا من 26 دولة الآخرين أعضاء الاتحاد؟ كان هناك استهتار ربما واستخفاف فيما حدث في إيطاليا، لكن اليوم الإجراءات التي اتخذتها إيطاليا فورا بإغلاق حدودها، مع إغلاق الطيران وإغلاق حدودها، ربما تتكرر في الكثير من البلدان. طبعا المساعدات الآتية من بعض الدول هي ربما رسالة، أيضا رسالة إنسانية من ناحية ورسالة سياسية من ناحية أخرى. طبعا يشعر الإيطاليين أنهم تركوا وحيدين أمام هذه الهجمة، خاصة أن اليوم ما وقع على الإيطاليين سيقع ويقع حاليا على الكثير من الدول الأخرى. هناك طبعا تململ وحالة من عدم الرضا من ناحية المواطنين الإيطاليين من ردة فعل الاتحاد الأوروبي على ما حدث. لكن لنتذكر أننا نعيش في حالة استثنائية، وما حدث اليوم لم يحدث قبل ذلك، لم تواجهه أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. صحيح. طيب فالحدث جلل، ومواجهته تتطلب أيضا التروي والصبر ربما. طيب السؤال الأخير يتعلق بموضوع اللاجئين سياسيا
قبل اندلاع الأزمة كان هناك أو كانت هناك أعداد عالقة يعني طردت من تركيا أو طردت من الرئيس أردوغان لمحاولة ابتزاز الدول الأوروبية، وأصبحوا جميعا عالقين على الحدود الأوروبية. أين هؤلاء الآن؟ هل عادوا مرة أخرى إلى تركيا بعد انتشار الفيروس؟ هل من معلومات يعني شبه واضحة أو دقيقة عن هذه الأعداد من اللاجئين؟ أعتقد حاليا الوضع ما يشبه الثبات، فكل من هو موجود في مكان ما اليوم متوقف، حتى ألمانيا التي كانت تعيد بعض اللاجئين الواصلين إلى أراضيها من إيطاليا إلى إيطاليا أوقفت هذه العملية حاليا، وأوقفت إعادة اللاجئين إلى الدول التي وصلوا منها. نحن أمام إغلاق كامل للحدود، هناك حالة صعبة طبعا خاصة في مراكز الإيواء ومراكز اللاجئين على الحدود، فربما البعض منهم لا يمكنه التقدم ولا يمكنه العودة، فحتى الدول التي أتوا منها اليوم أغلقت حدودها تخوفا من انتشار العدوى. الوضع صعب، وهناك محاولات من الأمم المتحدة لحل الوضع، هناك محاولات من الدول الكبرى لإيجاد حل يضمن صحة وأمن اللاجئين أنفسهم، ومن ناحية أخرى يضمن أمنها، فلا يمكن طبعا لأي دولة اليوم أن تفتح أراضيها خاصة في ظل نقص المعدات والمستلزمات للفحص الفوري لهؤلاء اللاجئين. فهنا تكمن المشكلة، ربما على الأمم المتحدة اليوم أن تتحمل مسؤوليتها، وخاصة منظماتها وعلاقاتها مع دول مثل تركيا التي استغلت ربما الفرصة، لكن اليوم تجد نفسها محرجة كبيرة بشكل كبير، لأنها لا تستطيع طبعا الضغط والاستمرار والضغط على الأوروبيين من هذه الناحية. نعم، أشكرك شكرا جزيلا السيد نعمان طرشة الخبير في الشؤون الأوروبية، كنت معنا مباشرة من روما العاصمة الإيطالية. بعد الفاصل نعود.